الولد الصالح. فمن الصدقة الجارية الولد الصالح. الصدقة الجارية هي التي ينتفع بها الإنسان وهو في الدار الآخرة. الميت ينتفع بالولد الصالح. الميت ينتفع بالولد الصالح إن هو تركه في الدنيا. لما نقول الولد فكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. تشمل الذكر والأنثى. الولد الصالح من الصدقة الجارية. سيد الوجود عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما انقطع عمله؟ الثواب. الثواب انقطع، ما قالوش الثواب. إذا السجل ديالو، السجل ديالو تغلق. ولكن الذي يخلف الصدقة الجارية يبقى دائما يستفاد من الأعمال الصالحة التي تركها في الدنيا. والولد الصالح من الصدقة الجارية. هذا الولد الصالح لا يكون إلا بالأسباب. لا يكون هذا الولد الصالح إلا بالأسباب. فصلاح الولد، فصلاح الولد له أسباب وإلا فلا. فمن أراد أن يخلف الولد الصالح في الدنيا فعليه بالأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ هي التربية. هي التربية. هي تربية الأولاد على المنهج الرباني، على المنهج المحمدي، على الطريق التي ترضي الله وترضي رسوله وترضي المؤمنين والمجتمع. الولد الصالح من النعم الكبرى. إذا مات ابن آدم هذا خير كبير. الإنسان يموت، يموت والسجل ديالو بالحسنات ديالو تغلق، فإذا بسجل آخر يفتح. لماذا يفتح؟ يفتح للثواب الأعمال الصالح الذي يقوم به ولده في الدنيا. فهذا الأمر علينا أن نتنبه له، لأن كل منا له أولاد، كل منا له أولاد، وصلاح الأولاد لا يأتي إلا بالأسباب. فمن عمل بأسباب الصلاح نال الخير، نال الخير الكثير، نال الفوز العظيم. شو هو الفوز؟ هو أنه يترك في الدنيا الولد الصالح، يدعو له بالرحمة، يستغفر له، يتصدق عليه، يحسن ويهدي الثواب ديالو للوالد. كل الحركات اللي يتحرك بها ولده في الخير إلا والوالد ديالو عنده نصيب فيها من الحسنات. لأن الولاء، لأن الأب هو السبب. الأب هو السبب في صلاح ذاك الولد الذي يعمل الحسنات ويعمل الخير. لأن الولد الإنسان الأتباع ديالو الإنسان إذا هو وجه شي واحد للخير، وهدى شي واحد إلى الخير، وربى شي واحد على الخير، فذاك الإنسان تربى على يدو، تربى على يدو التربية الحسنة. كل الأعمال اللي يعملها من الخير اللي رباه عنده الأجر، اللي علمه عنده الأجر، اللي هداه عنده الأجر. من دعا إلى هدى كان له مثل أجره. من دعا إلى هدى كان له مثل أجره. مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. ومن دعا إلى ضلال، واللي ربى شي واحد على الفساد، وربى شي واحد على الدمار، وربى شي واحد على التخريب، كل الأعمال اللي يقوم بها ذاك المخرب، ذاك المفسد، إلا والإنسان كان السبب ذاك التربية، ذاك التعليم، إلا وعنده نصيب منها كذلك. كما أن الإنسان يستفاد الخير والأجر إذا هو ترك الولد الصالح، كذلك الذي يربي الأولاد ديالو على الطريق المذموم، على الطريق المذموم، على الفساد، على الدمار، على التخريب. كل ما عمل ولده أو ذاك السيد علمه إلا وعليه ما على الذي قام بذلك العمل. من الصدقة الجارية الولد الصالح.
الولد الصالح الانسان اخوان عنده اسباب، ما يمكنش الولد يصلح بلاش، ما يمكنش. ما من مولود الا يولد على الفطره، هذا هو الاصل. الاصل هو ان الانسان يولد على الاسلام، يولد على الخير، ويولد الى يولد ورقه بيضاء. ولكن بعد هذا الورقه البيضاء شوف شنو غادي تكتب فيها، شوف شنو غادي يكتب. ما من مولود الا ويولد على الفطره، فابواه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل المسؤوليه، يحمل الوالدين المسؤوليه ده الصلاح او ده او ده غير الصلاح. فابواه يهودان، يصير يهودي، يا ربي واه تربيه يهوديه، او ينصراني، يا ربي واه تربيه نصرانيه، ما عندها حتى علاقه بالدين ولا بالاسلام. هذا غادي يستفد مولاده؟ لا، بل يستفاد الوزره والاثم، الوزر والاثم، مش ما يستفدش، يستفد الاثم والوزره. كما قلت لكم الانسان اذا هو ربى واحد الانسان على الخير، على الاحسان، على الاكرام، على الجود، على العمل الصالح، فكل الاعمال اللي يقوم بها الانسان الا الانسان وذاك اللي رباه واللي علمه واللي وجهه عنده نصيب منها للاجر. واللي ربى شي واحد تربيه منحرفه، تربيه فاسده، تربيه لا علاقه لها بالاسلام ولا بالدين ولا بالاخلاق الحسنه، فهذا كذلك عنده وزره، عنده حنقود الوزره في كل ما قام به ذاك الانسان اللي وقع في الدنيا. احنا علينا ربي وليداسنا، ربي وليداسنا على من؟ على الخير، على حب الخير، على حب الاحسان، على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على حب القرآن. أديبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم، أديبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب آل البيت الشرفاء، ومن ضمن الشرفاء الأتقياء والصالحين والأولياء وأهل الخير، الإنسان يحترمهم ويعظمهم ويبجلهم إلى آخره، تبع لهذا الطائفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آل البيت كل تقي فهو من آل البيت، كل تقي من المؤمنين فهو من آل البيت، فهو شريف. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لوليدات يخلقوا كأنهم ورقة بيضاء، ما عنده لا حسنة ولا سيئة، معنى يكون قابل لأن يوجه لها الجهة أو لها الجهة. فإذا وجهته للخير فغادي يتقبله ويتربى عليه ويمشي عليه، فإذا وجهته للشر فيكون قابل كذلك، قابل بحال واحد الفرع، فرع الشجرة مازال صغير، إذا وجهته لها الجهة يولي، إذا وجهته لها الجهة يولي، لكن إذا تصلب وعقاد وكذا ما غادي. دعط الله هاي، دعط الله هاي، أتربى على الفساد الفساد، أتربى على الخير على الخير. الولد الصالح من الصدقه الجاريه. وسيد الوجود يقول عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، الا من ثلاث، صدقه جاريه، صدقه جاريه يدخل فيها كل عمل عمله الانسان ينتفع به المسلمين ويبقى على مر الدنيا الى اخر الدنيا. هذا هو الصدقه الجاريه. أما الإنسان مسجد ولا سبيطر ولا طريق ولا عين ولا شراط ولا شجر ولا هذا كله صدقة جارية. صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم الإنسان عنده واحد العلم وعلمه للناس ينتفعوا به. والعلم كل علم ينفع فهو المطلوب، كل علم ينفع وعلمه الإنسان فيتعد صدقة جارية. ما نحصروش في القرآن ولا في علم الحديث ولا في علم كذا، لا. كل علم، نجار عنده علم، صباغ عنده علم، بناي عنده علم، إذا علم واحد الإنسان أي تسمى خلى الصدقة الجارية في الدنيا. علم ينتفع به، الشرط هو أن هذا العلم يكون نافع، ما يكونش، لأن العلم نوعان، علم فاسد وعلم صالح، علم ينفع وعلم يضر. العلم الذي يضر، النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع تعوذ منه، مش كل العلوم راها هي
تؤدي بالإنسان للخير والأجر، من العلوم من ما يؤدي بالإنسان إلى الدمار وإلى الهلاك وإلى إلى 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 مصاعب، إلى مصاعب. لأن يعني العلم نوعان قسمان، علم ينفع علم يضر. العلم دي ينفع إذا علمته للناس فلك أجر ذاك العلم وأنت في الدار الأخير. كل ما عمل ذاك الإنسان شي حاجة في الخير بذاك العلم إلا ويمشي لك الثواب والأجر الدار الأخير، والدار الأخير صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له بنفسه أو بواسطة المؤمنين. هم ولد الحج، ها المقصود من هذه الجلسة وهذا الإكرام وهذا الإحسان لك لأجل أن يصل إلى موتاهم وعلى رأس موتاهم الوالد ديالهم الثواب والأجر ذا العمل، إما يدعو هو وإما يدعو للميت بواسطة المؤمنين. ها دابا غادي يدعو شو شحال أمين هنا، شو شحال الناس غادي يدعو بالرحمة وبأمين لهذاك الإنسان اللي أرحل للدار الأخيرة. ولكن شكون اللي جعلوا يمشي له هذا الخير للدار الأخيرة؟ هو أنه ربى وليداته التربية المحمودة، التربية الحسنة، التربية اللي هي مطلوبة في الإسلام وفي الدين وفي الحياة. أما الذي أهمل أولاده وتركهم يفعلون ما شاءوا ويأخذون ما شاءوا ويبيتون في ما شاءوا وكذا وكذا، فهذا غادي يكون وليداته عليهم مصيبة، عليه مصيبة. ما يكونوش عنده ذاك الوليدات نعمة باش يكونوا عليه نقمة في الدنيا وفي الآخرة. من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا، هذا هو القول. من أدب ولده صغيرا سر، معنى فرح به كبيرا. في الكبر ديالو غادي يشوفه على حال يرضيه ويرضي الناس ويرضي الله ويرضي الدين. ها ولكن اللي ما رباش يكون عليه واحد المسؤولية كبيرة، لأن الولد أمان. لما نقول الولد مش غير الذكر، لا 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 لا، الولد أمانة في عنق الإنسان. كلنا مسؤولين على من؟ على وليداتنا. كلكم راعين، كلكم راعين وكل راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه النبي صلى الله عليه وسلم حملنا هذا الأمر. أقول سيدي كلكم راعي، كل واحد منكم راه مسؤول، معنى راعي مسؤول على واحد الرعية تحت يده، واحد الرعية تحت يده وتحت الأوامر ديالو. كل واحد مسؤول على وليداتو بما فيه الزوجة والوليدات وكذا. يقول شي واحد براسو يشرق ولا يغرب ولا كذا، هذاك اللي يقول يشرق ويغرب هذا غادي يتحرم من خير وليداتو في الدنيا وفي الآخرة، يتحرم من خير وليداتو في الدنيا وفي الآخرة، وهو يكون أهل لعقاب الله، يكون أهل لعقاب الله، إذ هو السبب في هذا الحل عليه وليداته. ما قرى ما وجاه ما رشد ما كذا، حتى إلى في النهاية كما كان. شي واحد من العلماء سألوا شي واحد على حال ولده كيعقو سبو ما يطيعوش وما يسمعلوش وما يشوف منه إلا الشر. مش أسأل شي واحد أهل العلم أهل المعرفة، قال ولدي هاش يدير هاش يدير هاش يدير، وبقى يسولك العلم، قريت ولا علمت ولا وجهت ولا ورشة، يعني كل ما طرح عليه من الأسئلة قال له ما كاينش. قال له أنت عققته صغيرا فهو يعقوك كبيرا. أنت عققت، أنت ضريته في الصغر ديالو، معناها ضريته أنك هملته، وهو في الكبار غادي يعطيك. وموجود النوع هذا، موجود النوع هذا، موجود في وليداتنا. نسأل الله يصلح الذرية ديالنا والمسلمين أجمعين. الإخوان الولد الصالح نعمة، نعمة من النعم الكبرى اللي أبقى مع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان ينتفع بالذرية الصالحة دنيا وأخرى، في الدنيا يشوف فيه ما يسره، ها وفي الآخرة يمشي له الثواب والأجر منه بالأعمال دياله. لكن إذا كان العكس فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أدب، حتى يقول واحد الحديث، لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق كل يوم بصاع. ما تصدقش، لأن يؤدب الرجل ولده بنت ولا ولد خير من أن يتصدق كل يوم بصاع. كل نهار يعطي صدقة
قبل مع هذه الصدقه ربي وليداتك. داك التربيه الاولاد راه صدقه، التربيه الاولاد صدقه، وجه هذا يبقى هذه وزياده على هذا يكون الوالد يكون في المستوى ديال التربيه، يكون خير قدوه، ما يكونش الوالد خارج الطريق ووالداته ما غادي يمشي، لان قالوا اهل العلم صلاح الاباء ينفع الابناء. الوالد والو الوالد هامل لوليدات الا من رحمه الله، الا من رحمه الله. اذا كان رب البيت للطول ضاربه فلا تلومي الصبيان فيه على الرقص. اذا كان الوالد والو الام والو ما هماش اهل التربيه واهل التوجيه، فالوليدات الا من رحم الله. الناس دي الاولاد وكلنا اصحاب الاولاد، كلنا اصحاب الاولاد، علينا نربي وليداتنا، علينا نوجهوا وليداتنا التوجيه المطلوب، التوجيه المطلوب اللي ينفعنا وينفعهم في الدنيا وفي الاخره. فاذا اهملنا حال اولادنا فلا محاله اننا نعيش عيشه ضنكة، لان هذه الارض، هذه الارض اللي احنا على ظهرها، اذا احنا غادي نرحلوا للدار الاخره كما رحلوا الاخوان ديالنا واحد العدد، ايوا هذاك الناس اللي خلفونا، اذا تركناهم على احوال لا صلاة لا دين لا حياء لا حياء لا خوف من الله لا احترام، لا كيف غادي يكون المجتمع اللي يعيشوا فيه وليداتنا؟ ها وحب الاولاد راه حاجه كبيره، من منا لا يحب الاولاد ديالو؟ اذا كنا نحبوا الوليدات ديالنا نربوهم التربيه اللي يعيشوا في المستقبل ديالهم عيشه ديال الهناء وعيشه ديال الاطمئنان وعيشه ديال الاستقرار. اما اذا همنا وليداتنا حنا غادي نمشيو بعدنا يكونوا يعيشوا حياه الفوضى وحياه السرقه وحياه الكذب وحياه الظلم وحياه الخيانه، ويعيشوا في المصائب، ونكونوا حنا عندنا نصيب داكشي، يكونوا حنا عندنا نصيب من هادشي. هاد الارض اللي انا عايش على ظهرها عزيزه علينا، لانها الام، الوطن يسمى ام، ها وحب الوطن من الايمان، ودي يحب الوطن ديالو شنو خصو عليه؟ شنو عليه يعمل؟ حب الوطن، غير حب الوطن وصافي. حب الوطن هو انك دير فيه المصلحه، بما انك تحبو خاصو وليداتك يكونوا في المستوى، الضرر ما يكونش ما يصدر لا منك ولا من الناس اللي تحت الولايه ديالك، لان حب الوطن عنده برهان، عنده دليل، ما يمكنش غير نقولوا حنا نحبوا الوطن وانتهى. حب الوطن عنده دلائل، عنده علامات. ها دي اي صرف ما يحبش الوطن، دي اي كذب ما يحبش الوطن، دي اي طلع عباد الله ما يحبش الوطن، دي اي تعدى ما يحبش الوطن، دي ما يقومش بالواجب ديالو، دي ما يقومش بالواجب ديالو ما يحبش الوطن. شنو يحب الوطن؟ يحب الوطن اللي قايم بالواجب هنا وهنا 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 الى اخره، من الالف الى الياء، وانت خدام على المصائب وخدام كذا تحب الوطن. هذا الوطن، هذه هي الارضيه اللي نعيشوا على ظهرها. اذا مشنا الوطن مشنا الدين مشنا الشرف مشنا الكرامه مشنا الاستقرار مشنا كل شيء. وهالوطن اذا كنا نحبوه على كل واحد منا يقوم بالواجب ديالو، كل واحد هذا يربي وليداتو، هذا موظف يقوم بالواجب ديالو، هذا تاجر يكون في حدوده، هذا 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 الى اخره. والوطن يكون وطن الرحمه، وطن السعاده، وطن الاطمئنان، وطن الاستقرار. لكن اذا كان هذا سرق، هذا يخون، هذا يغش، هذا كذا، شنو الوطن؟ شنو الوطن؟ وطن الخوف، وطن الخلق، وطن الاضطراب. لا، نسال الله يوفقنا ويوفقكم لما يحبه الله تعالى ويرضى. الله يوفقنا لتربية أولادنا التربية المحمدية الربانية. أولاد الحاج مزيان نسأل الله يزيدهم خير على خير، الله يجعلهم من الموفقين إلى الحسنات وإلى الصالحات وإلى الخيرات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.